فعلينا أن نسلك منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. إذا كنت في قبرك عمن تسأل؟ عن نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن الجماعة الفلانية والحزب الفلاني. من نبيك؟ في القيامة تسأل ماذا أجبتم المرسلين، ليس ماذا أجبتم الفرقة الفلانية ولا الجماعة الفلانية. إذا تركت سنة نبيك سوف تتندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما ينفعك هذا ليدعوك إلى هذه المناهي. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى عن الكفار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال الله عز وجل وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. كان شيخنا الشيخ أحمد دائما يستدل بهذه الآية على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الرسل، فيتمنون أنهم يرجعوا حتى يتبعوا الرسل. نحن الآن في دار العمل، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم الكتاب والسنة، فاستمسك بالذي أوحي إليك الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ما تستجيب لا للحزب الإخواني ولا التبليغي ولا السرور ولا غيره، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه نجاتكم، لما فيه سعادتكم، فاسلكوا هذا المنهج. كل أمتي يقول صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهؤلاء يقولون لا، الحاكم إذا وقع في معصية وفسق هذا يخرج عليه. من نطيع، الرسول ولا المنهج الإخواني والسروري؟ نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يدعون هذه المناهج تدعو إلى الخروج والثورات على ولاة الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض من دعاة الثورات والإخوانية والسرورية إلى متى نصبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا هو المنهج، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول صلى الله عليه وسلم دعاء الحزبيات، قالوا هذا حديث ضعيف في صحيح مسلم، الحديث الذي لا يوافق أهواءهم، إما أن يضعفوه وإما أن يؤولوه كما في طريقة أهل البدع. قال الشيخ صالح الفوزان الذي يضعفه هو الضعيف،